مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. المساحة 2، نستذكر المعلومات اللي أخذناها، المحيط وجدناه باستخدام شبكة المربعات أو باستخدام القانون، المساحة كمان باستخدام شبكة المربعات، ووجدناه باستخدام، طبعا سوف نجده باستخدام القانون. القوانين اللي أخذناها في المحيط، محيط المستطيل يساوي 2 ضرب طوله زائد عرضه، محيط المربع يساوي 4 في طول ضلعه. هاي بالنسبة لقانون المحيط اللي أخذناه في الدرس السابق. درسنا اليوم بيتكلم عن كيفية إيجاد مساحة المربع والمستطيل باستخدام القانون. مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع، بينما مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض. يعني هن قانونين قريبات من بعض، لكن لأن المربع متساوي أضلاع من ناحية الضلع ضرب الضلع، بينما المستطيل له طول وله عرض مختلفين عن بعضهم. الآن عندنا مربع طول ضلعه 3 سنتي، جد مساحته، طبعا مساحة المربع احنا حكينا ضلع ضرب الضلع. اذا لازم يا رابع نكتب القانون، مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع. الان عندنا 3 سنتي، يعني 3 سنتيمتر ضرب 3 سنتيمتر. نضرب 3 في 3، 9 سنتيمتر تربيع. نقصد بهذه الاثنين الصغيرة أي تربيع، وحدة المساحة دائما بالتربيع. نذهب إلى كتاب التمارين صفحة 64، تحدي 1، أجد مساحة كل شكل من الأشكال الآتية. مطلوب هنا المساحة، نتذكر قانون المساحة هنا، إذا كان مربع نتذكر قانون المربع الضلع ضرب الضلع، بينما إذا كان مستطيل مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض، وكذلك بالنسبة للمستطيل الثالث. إذا نذهب إلى الشكل الأول، المربع هنا طول ضلعه 5 سنتي. إذا بناخذ 5 سنتي وبنعملها بهذا الشكل، 5 سنتي سنتيمتر ضرب 5 سنتيمتر، يعني 5 في 5 25، نكتب 25 سنتيمتر تربيع، لأنها وحدة المساحة حكينا بالتربيع. الآن بالشكل الثاني، مستطيل اللي هو طوله 8 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر. نذهب إلى القانون اللي عندنا وبنكتب تحت الطول 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر ضرب 6 سنتيمتر. نضرب 6 في 8، 48، 48 سنتيمتر تربيع. الطول 12 والعرض 6، إذا 12 سنتيمتر ضرب 6 سنتيمتر يساوي 12 في 6، 72، 72 سنتيمتر تربيع، يعني وحدة المساحة تربيع. التحدي الثاني، أجد مساحة كل شكل مما يأتي. هون في عنا ملعب طوله 100 متر وعرضه 55 سنتيمتر. نأخذ الطول 100 متر ضرب 55 متر. بنضرب 100 في 55، بننزل الصفرين بهذا الشكل، بنضرب 55 في 1، بيطلع 5500 متر مربع. طبعا هون بالكتاب هم كاتبين سنتيمتر، مش طبق، بنحط معدلها متر مربع. بنذهب الى الشكل اللي موجود عندنا، 40 سنتيمتر الطول والعرض 20 سنتيمتر. نروح على القانون وبنحط 40 سنتيمتر هو الطول، 40 سنتيمتر بهذا الشكل ضرب 20 سنتيمتر. نضرب 20 في 40، طبعا بننزل الصفرين بهذا الشكل، نضرب 4 في 2، 8 سنتيمتر تربيع.
التحدي الثالث، أجد مساحة كل سور فيما يأتي، ثم أضع إشارة صح أسفل السور الذي يمكن دهنه بعلبة الدهان. علبة الدهان هنا بتكفي 20 متر مربع. يا ترى مين السور اللي مساحته 20 متر مربع؟ بدنا نجد مساحة هاي بالأول والثاني والثالث. المساحة الأول عندنا واحدة بالسنتيمتر والمتر، بنحول السنتيمتر إلى متر يساوي 6 متر، بضع بدال 600 متر سنتيمتر 6 متر، وبنضرب. طبعا احنا حسب القانون ما انه مستطيل بنحكي الطول ضرب العرض. الطول هون عندنا 6 متر والعرض 4 متر، 6 × 4 = 24 متر مربع. اذا هون 24 متر مربع، اذا لا يصلح هذا السور. بنيجي على السور الثاني اللي هو مستطيل يساوي الطول في العرض. الطول هون ما بدوش توحيد، 6 متر والعرض 3 متر، 6 × 3 = 18 متر مربع. إذا كمان لا يصلح. نذهب إلى السور الثالث اللي هو 500 سنتيمتر، بنحولها بنقسمها على 100 لتصبح 5 متر، وعندنا 400 سنتيمتر بنحولها بصير 4 متر، 4 × 5 ويساوي 20 متر مربع. إذا عندنا هذا السور هو الصح